ليس بين الموت والحياه سوى حاجز ضيق للغايه يكون به المرء في اقصى درجات الالم ويمر ذلك كله بلحظات معدوده السكرات فكيف بمن يعيش سنين طويله حبيس تلك السكرات فلا هو ميت ولا هو حي بل قابع في بقع سوداء منتشره في العراق تسمى السجون وكما يسميها من عاشها المسالخ البشريه الخارجون من الماساه او ذووهم بداوا حمله لانقاذ عشرات الاف المنسيين في السجون تحت عنوان انقذوا سجناء التاجي وهناك في سجن التاجي كما في الناصريه وسوسه ومطار المثنى وغيرها من السجون المعلومه والمجهوله في العراق قصص رعب مفزعه تبدا من لحظه دخول المعتقل وحتى خروجه على تابوت او كرسي متحرك او بقايا نفس بشريه تعرضت لابشع ما يمكن تصوره يروي القائمون على الحمله شيئا من الفظائع وليس من راى كمن سمع فيتحدثون عن طرق تعذيب مبتكره يستخدمها المحققون لاجبار المعتقلين على الاعتراف بالتهم الموجهه اليهم فضلا عن الاساليب المعهوده كالسب والشتم والتهديد بالاغتصاب والتعرض للرموز الدينيه او الحبس الانفرادي ولفترات طويله في زنازين لا يعرف ضوء الشمس لها طريقا ليس هذا فحسب بل تتعمد اداره السجون تكديس المعتقلين فوق بعضهم بقاعات ضيقه لا تستوعب حتى ربع العدد الممتلئه به وبصيف لاهب كالذي في العراق ما تسبب بانتشار الامراض والاوبئه المميته بين المعتقلين وتلك طريقه اخرى للموت غير الاعدام فالرعايه الطبيه تكاد تكون معدومه بالاضافه للحاله المزريه المتهالكه لبنايات السجن الابتزاز اسلوب اخر يبني منه القائمون على السجون ثرواتهم فكل شيء هناك بثمن من مساحيق التنظيف حتى زياره الاهل تتقاضى اداره السجن عليها مبالغ خياليه من ذوي المعتقلين وان تطلب الامر اكثر فان ذوي المعتقل يهددون بنقله الى سجون اخرى تقف على طرقاتها الميليشيات ولك ان تتخيل ما يفعل بالاسر التي تنوي زياره ذويها المعتقلين كل ذاك لا يعد الا جزءا يسيرا مما يحدث داخل زنازين الموت بيد سلطه تتحرك الارض من تحتها وتحاول عبثا الثبات فوق انين المكلومين تغيرت حكومات وتبدل سجانون رحل بعضهم وبقي غيرهم لكن ماساه المعتقلين شاخصه باقيه تنتظر حلا من السماء بعد عجز اهل الارض